فيكتوريا صابل، وان شاء الله كيفاش النتيجه كانت ثقيله. ونقولوا باللي 3 اهداف في الشوط الاول لسامدوريا، شاهدنا كيفاش كارلو الذي سجل في الدقيقه 12، شاهدنا كيفاش في الدقيقه 25 مانويل اللي سجل فني كذلك لسامدوريا، شاهدنا كارلو يعود ويسجل الهدف الثالث في الدقيقه 48. يعني كانوا 3 اهداف كانت كافيه لتحطيم صابل في الدور الايطالي السيري اي الجوله 30، وين كانت شاهدنا كيفاش كلوديو رانيري اليوم وين دخل بخطة سامدوريا بربعة ربعة واحد واحد، شنا كيفاش أنجي من جانب المدرب تاع صابل اللي دخل بربعة ربعة اثنين. يعني كانت المباراة تشوف الإحصائيات وين سامدوريا كان مسيطر، شنا مارتوس، شنا مايا، شنا عمر كولي، شنا توماس، شنا كارلو، شنا يعني أندريا اللي خرج في الدقيقة 60، شنا فابيو، شنا كريستيان، شنا أنطونيو، مهدي، هاريس يعني اللي دخل الدقيقة 69. شاهدنا من جانب صابل كارلو، شنا كيفاش تيغو، شنا فرانسيسكو، شنا كيفن، شنا سالا، شنا جابرييل، يعني دايو، شنا كيفاش سيموني، أليساندرو، سيرجيو، ألبرتو اللي خرج في الدقيقة 69، شنا مارتوس، شنا ميركو، شنا لوكاس، أندريا اللي دخل الدقيقة 60. يعني كانت المباراة وين كانت شيقة، وشاهدنا 3 أهداف كاملة، أهداف وين نقولوا بلي سامدوريا عرف كيفاش يسجل، عرف كيفاش يعود، وين نقولوا أمام صابل اللي ما عطاهمش ولا فرصة. مباراة قوية، شنا كيفاش صابل وين نقولوا بلي لم يستطع أمام سامدوريا الوقوف. يعني كانت 3 أهداف كاملة من جانب سامدوريا أمام صابل، بعد ما شاهدنا هدف الأول كارلو في الدقيقة 12، شاهدنا كيفاش مانويل اللي سجل الدقيقة 45 48، كارلو يعود ويسجل الهدف كذلك، وين صابل لم ما كانش عنده ردة فعل تاعه في الشوط الثاني أو في الشوط الأول. يعني كانت المباراة كانت في اتجاه واحد، وين شنا كارلو كلاديو رانيري اللي عرف كيفاش يوظف اللاعبين تاعو، عرف كيفاش يضغط، عرف كيفاش يسجل امام صابل. ما راش كيما نقولوا حنايا شنا كيفاش سامدوريا 3 اهداف صابل 0 في الدور الايطالي السيري اي الجوله 30. صحيح.